اي حال عجيب. الله يديم عليك راحة البال عيل ان شاء الله. الله يسلمك. شو السالفة؟ ليش صاروا الناس ما ياخذون موضوع البني ادم اللي قاعد يتكلم عن احساسه عن مشاعره عن اي حب عن اي تعبير عن اي فضفضة ما ياخذون الموضوع جد؟ ليش؟ شوف علي يمكن لان اذا الواحد صار فيه خذلان في اي موضوع يمكن ما يثق باي شيء. يعني لو مثلا انا دكتور مثلا لو كان زين اخذت فيه ماده درجه او جريد مو زين فشنو راح اذمه حتى لو كان زين. حلو. يعني احنا لما نشوف واحد لما تطري الحب ولا شيء يمكن تلقى خاف تجربه سيئه عشان كذي يقعد يذمه او انه يضحك. بس لانه مو منه يضحك، من الحره احساس دايما يكون لما يكون الاحساس بليد يطلع بالضحكه ما يطلع بتعبير او انه لا ايش عليك منه، لا يطلع بالضحكه. وهالايام لانه نوعا ما في حب الناس قاعد تقول، تدري ليش؟ لان الناس صارت هي مو فيها الدور الوفي، هي مو صادقه الدور الصادق، هي مو حقانيه الدور الحق. انت ما تقدر تدور شيء وهو مو عندك وانت فاقده اصلا. صح 100%. اي لا هو عندك انت راح تعطيه حق الناس غيرك، بس مو هو مو عندك بعدين زن فيه. لا، عدل نفسك بالاول بعدين عبر من على راحتك. 100% كلامك عن العقل، كنا قلبك متروس اوف حده يعني. يعني هل في مره من المرات انت عبرت عن اللي في قلبك ولقيت ناس خذوا الموضوع على دعابه وضحك وطنازه؟ لا بالعكس، لما اعبر صدق من قلب اقول واذكر مواقف فيه. اما اذا انت قاعد تسوي نفسك مزاجي وتقول حب وما حب والناس موضوع ثاني اكيد ما حد راح ينتبه لك. لكل مقال المقام. انت لما تقول الحشوه اللي بقلبك شوف الاجواء اللي حولك. مو معقول انك بتجيب طاري حب وربعك قاعد يلعبون كوت. مو معقول انك بتقول حب. صح عدل. والله صح. مو معقول بتقول حب وناس قاعد تتكلم عن مشاكل عن بيوتها ولا شيء. لكل مقال المقام، شوف الزمن وشوف الوقت وراح تلقى ان الناس كلها تتجاوب معك. بس عط احساس الصح وقول الكلام الصح وعن التأليف والبهارات. عن التأليف والبهارات. شكرا، هذا اجمل